اخوانا شوفوا من هنا لساعدة، ما في ذول ياخذ حقه بدراعه. انا قلت خلال 72 ساعة يرفعوا لنا تقرير الناس المعنيين منكم انتوا والاخوان التانيين، تجوا هتوقعوا الاتفاق. اذا ما دايرين توقعوا الاتفاق احنا كحكومة مرة دي نحل المشكلة، المشكلة دي بنحله من هنا لغاية ما انتوا تجوا عشان توقعوا الاتفاق. في الفترة ده تعليماتنا واضحة جدا للأجهزة الأمنية الموجودة معاكم هنا، وين الضباط ديل؟ قوم فوق. وين أنا؟ تعالوا الناس ديل تعليماتي ليهم، أي زول أيا كان لافي بسلاحه بموتره ماشي كدار بسلاحه، أنا ما قلت أقبضه أضربه ايا كان، فقط اضربه الا ما لقيته. اخوانا في رمضان الناس تتقاتل في رمضان ده واحد يا اخي، انتوا لو دارين تقاتلوا نفسه كنا ما اطلب برا، هناك في نقع، في نقع هناك البخليكم تهاروا في البيوت. شنو اطفال اجزه ناس ما قادر يتحركوا، بخليكم تحاربوا في البيوت شنو؟ ها؟ والله لازم اعمال القايدين بحصل في البلد ده، ربنا ده يحسبكم قبل ما تموت، والله قبل الموت ربنا يحسبكم.